شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بنتيجه 31-27 نادي الاهلي. النادي الاهلي متفوق اغلب فترات اللقاء، ولكن الحقيقه الفرقه مش في افضل حالتها النهارده، بس تجربه جيده ان شاء الله تنتهي بفوز النادي الاهلي. كابتن سلاو برحب بحضرتك المره الثانيه. الله يخليك كابتن طاهر رجب، منورنا للمره الثانيه يا كابتن طاهر. لا كابتن سلاوي، يمكن الفتره الاولى والثانيه شهدت تراجع شويه في المستوى عندنا، وتميز الحقيقه في نادي الجزيره، بالرغم نادي الجزيره اهدر الكثير. يعني نادي الجزيره لو ما كانش اهدر اللي اهدره ده، خلينا نتكلم بمنطقيه، كان هيبقى عندنا مشكله. شايف الفتره الاولى والثانيه ازاي؟ احنا طبعا كابتن هيثم كمحللين بنتكلم بمنطقه يعني الفرقه الموضعيه. انا شايف ان المباراه مش جيده بالنسبه لفريقنا، مباراه يعني لا تليق بنهائي منطقه القاهره. الشوط الاولاني نادي الجزيره استطاع فرض اسلوب لعبه على الاهلي. لعيب الاهلي في ميول للفرديه في الهجوم. بعدين فريق الجزيره بيلعب عن طريق يعني الشورت كورنر زي ما بيقول، او بيلعب على تمشيط ال 24 ثانيه بحيث يحتفظ بالكره اكبر قدر ممكن، فعشان كده انا قلت من الاول انه بيفرض اسلوب لعبه وبيحاول يقرب السكور بحيث ان الماتش يبقى قريب. قدر يخطفه اذا اوكي، ما قدرش يخطفه يبقى هو السكور مش فاتح قوي زي الثلاث مباريات السابقين للنادي الاهلي. معظم لعيبه الاهلي اعتقد ان مش في حالاتهم، باستثناء ميرال ونادين وفريده وائل في احسن حالاتها النهارده. تغييرات الجزيره محدوده لان بنشو قليل، يعني مفيش تغييرات، مفيش حلول. برضو هم نادي الجزيره قدر يستطيع السيطره على الريباوند شويه، بس يمكن يا كابتن عشان بيلعبوا زون. يعني انا ال 20 دقيقه الجزيره لعب زون قافل الملعب، والملعب ضيق اوريدي في مركز الاولمبي، فالدنيا يعني ذكاء المدرب بيلعب على صلاحيات كل الامور، فهو شايف ان الملعب صغير فبيعمل زون بحيث يقفل. لكن اعتقد ان المباراه ان شاء الله هتصير لصالح النادي الاهلي في الثالث والرابع، لان عدم وجود بنش النادي الجزيره مش هيقدروا يكملوا بنفس الفترة دي. الشوط الثاني اعتقد، يعني قصدي الشوط اللي هو الثالث والرابع، اعتقد هيبقى فيه نوع من الهجوم المنظم. اعتقد معظم لاعبي الاهلي هيرجعوا لحالتهم الطبيعيه، لانهم الشوط الاولاني والثاني مش في طبيعتهم. نتمنى. كابتن طاهر، راي حضرتك ايه فنيا في الفتره الاولى والثانيه؟ هو طبعا انا مع كابس العوي في الى حد ما في فرديه في الاداء في النادي الاهلي، وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان نادين السلعاوي تقريبا جايب النص السكور. هي موفقه النهارده الله اكبر يعني. لا طبعا دي سمه من سماتها التهديف سلسة عالية. واللعب من معظم اللعب حتى في الفرقتين مش من تحت الحلقة، زي ما ذكرت حضرتك ان لعب الجزيرة يعني الدفاع المنطقة ده دفاع الزون خلى فرصة التهديف من تحت الحلقة بالنسبة للاعبين ارتكاز النادي الاهلي او حتى الجردات قليلة. انما يعني فاست بريك بقى كده، فاست بريك يعني شفنا نادين طلعت كره واثنين فاست بريك، الكره تطلع ونخلص او ما ترصش. يعني انت لو ترصيت زون في ملعب ضيق زي ده هتبقى عندك مشكله. انما جايبين حوالي 4 3 بوينت تقريبا، 4 3 بوينت الاثنين نادين وواحده ميرال وواحده فريده وائل، دول 12 بونت من اصل 31 نقطه حطينا تلت السكور. الجزيره جايب اكتر كمان بس متوزعه العملية اكتر، يعني رضوى بتجيب سكور وجابت 3 بونت، رنا علاء دي اول ما نزلت جابت 3 بوينت، مارادونا اللي هي عالية اعتقد خالد جابت 3 بوينت، المحترفة خديجة جابت 2 3 بوينت في الاول. فطبعا اللي في الاخر دي كانت مليون من خديجة. فالفرقة لما تبقى التهديف متوزع بين اللي هي بيمثل مشكله الديفنس بتاع الاهلي، مش عارف تدافع على مين، مش دافع على مين. بس زي ما اتكلمنا وقلنا ان اعتقد باستمرار الكوارتر الثالث والرابع دول بيبقوا بتوع الاهلي زي ما معودنا في الاولاد اجوستي، ان شاء الله بنتعود على ان باستمرار الثالث والرابع بتحسم نتيجه تدارك الاخطاء
والبنش كمان عندنا ما شاء الله، يعني عندك حلول، عندك تغييرات، عندك كمان ناشئين كتير. وانا كمان نسيت اذكر على سبيل المثال في نادي الجزيره كمان حبيبه، ودي بنت النادي الاهلي، ورنا علاء الدين، دول كل دول من ناشئين النادي الاهلي. رنا علاء. طب كابتن سلعاوي، يعني احنا طبعا كابتن طاهر اكد كلام حضرتك ويعني وزاد في بعض النقاط، ولكن النهارده احنا خلينا نكون منطقيين. النهارده انا حاسس ان في فرديه شويه في لاعب النادي الاهلي، خلينا اتكلم بكل امانه. سيبك من الفاست بريك، فاست بريك ده بتروح 1-0 ده مش فرديه، انت لازم تروح تخلص لانه غصب عنك بالظبط، بس ده ليه شروطه، وده ليه شروطه، كنا واخد ريباوند او لما مستعوذ على الكوره وفي فاست بريك، بس انا حاسس ان في سنه فرديه. يعني فرديه هي بقى لها فتره، يعني السبب. انا اعتقد ان بقى لها فتره موضوع الفرديه ده، لان انا اعتقد ان السبب الرئيسي هو وجود النجوم، بس ما شفناهوش قبل كده يا كابتن. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، يعني كان كان في فرديه قبل كده، بس انا حاسسها زايده شويه. يعني احنا بنتكلم فنيا، هل ده مثلا نتيجه يعني ما اعرفش ان المباراه مثلا ما احناش مدينها اهميتها قوي، هل مثلا نتيجه اسلوب اللعب مثلا اللي عامله الجزيره انه مقفل الملعب فكله عايز هو اللي يخلص عشان يفتح الملعب؟ يعني وجهه نظر حضرتك الفنيه. قد يكون يا كابتن هيثم نقطه مهمه جدا، ان زي ما بتقول انت الملعب صغير، تقفيل الملعب بيخلي اللعيب ما بيفكرش او بيبقى حاسس ان زملائه يعني مقفول عليهم او كده، فبيضطر ان هو ياخد قرار انه بيشوط او يخش على الباسكت. بس اعتقد احنا الحل الوحيد لينا ان احنا نستحوذ على الريباوند ونجري فاست بريك. النادي الاهلي كان معروف بالفاست بريك او الجري السريع. بس حضرتك قلت كلمه حلوه يا كابتن، انا عشان ابتدي فاست بريك عايز اجيب الكوره، لازم اجيب الكوره من فوق، لازم تبقى في ايديا في حوزتي. فالنهارده انا هم بيلعبوا زون، وزون متكتلين تحت بشكل صعب. الهاي بوست مفتوح يا كابتن هيثم، الهاي بوست مفتوح. صح، انا خدت بالي بالظبط، يعني انا كذا كوره فعلا، بس ما فيش حد عندنا في الهاي بوست. يعني معلش يا كابتن، برضو ويارا ورنيم يعني ما عندهمش المدياميه وما عندهمش التفاهم لسه برضو. التفاهم بينهم غير واضح. يعني طب مين اللي ممكن يلعب بوست مان؟ مين اللي عندنا ممكن يبقى بوست مان؟ طارق خيري بيحل الموضوع ده او المشكله دي بانه بيلعب نادين اربعه، او بيجيب ميرال تلعب في الاربعه، او نزل تماره اربعه. ما هو خلينا نقول بامانه، ميرال اربعه ممكن، انما تماره جسمانيا يعني مش زي تماره لا سوري انا اسف، يارا ميرال اشرف تقدر تلعب اربعه كويس، تلعب اربعه حجما وسايز وكل حاجه، ولا ده خبرات. انما تماره، لا تماره لسه عليه شويه. النهارده عندنا مشكله احنا في البوست مان، عندنا المديامايه اللي انت لازم تجيبها عشان تفتح الزون دي، لازم نشوف لها حل، لان كمان الزون قافل على الشويطه بتاعنا اللي بره، لان الملعب صغير وهم بيلعب زون مفتوح، فالدنيا ضيقه بالنسبه للشوطه. ولذلك لجأت النادين نشاط كرة من بعد نص الارض بشويه، وميرال بعد نفس الكلام، هي البوست زي ما قلت لحضرتك، البوست هي لوغاريتمات الموضوع ده. الزون ديفنس ده عشان ينجح وتقدر تسيطر عليه وتفرق اسلوب لعبك عن طريقين، الريباوند او السكند شوت او الهاي بوست. الهاي بوست ده مهم جدا لانه مفتاح من بيخترق على الصحراء. انت تتفق في الكلام ده كابتن طاهر؟ طبعا البوست لازم النهارده اللي نشوف لنا حل لتواجد بوست مان. انا اعتقد ان نادين لعبت في اربعه كانت كويسه برضه، يعني معظم اللي كانت بيجيبه من تحت الحلقه، الكور اللي جت من تحت الحلقه كانت نادين جايباهم وهي في مركز اربعه، يعني لعبت في مركز اربعه. زي ما قلنا كمان انك انت حاولت في الاول انت تنزل لواحده زي رنيم، دي الافرج بتاعها 20 بونت صحيح، يعني ما جابتش من تحت الحلقه كذا كوره لم توفق فيها، وانا معاك ان الحلقه مش هي احسن حاجه، برغم ان احنا قلنا واسعه في الشوط وبتاع، بس واضح بس هي تحت الحلقه يعني كلامك مظبوط، الحلقه دي تلم من كور اللي من بعيد انما قريب البورد بينطر شويه. انما من تحت الحلقه بتبقى فيها بوش. صح، البوش ده بيهز هو البورد نفسه، بيخلي الحلقه نازله ما بتلمش. يعني ايه، لازم تريحها قوي، مكفيه من قدام. لازم تريحها بالبلدي يعني. فانت محتاج تريح الكره في المربع قوي عشان تخش، لو لعبتها وانت بسرعه مش هتخش، يا اما تلعب على الحلقه. صح،
اتمنى كابتن هيثم انا شخصيا ان النادي الاهلي يرجع لمستواه الطبيعي، عشان اعتقد ان دي نهائي القاهره ده هو البروفه النهائيه قبل السوبر. قبل السوبر كمان اسبوع، السوبر يوم 23/12 النهارده 17 يعني ناقص 23/12 ده 6 ايام. ده احنا كده انت بتتكلم كمان السوبر، معلش انت هتلاقي نفسك داخل دور 16 دور الثمانيه دور الاربعه نهائي، يعني انت ممكن وزن شهر تبقى في النهائي. اه ما انا عشان كده بقول لك دي يعني اصلا تعتبر بروفا النهائي، حيث ان المدرب بيشوف شغله، اللعيبه بتشوف نفسها، بيبقى في عمليه مراجعات مستمره. بس خليني اقول لك على حاجه كابتن بامانه، سوريا فرق معانا طبعا، يعني سوريا كفاست بريك، سوريا تفرق مع المنتخب كمان، مش هتفرق مع النادي الاهلي يعني، اللعيبه لها وزنها زي ما يعني ما السلعاوي فرقه معانا، زي ما تفرق معانا ميرال اشرف، يعني انت حلولك اللي في الفرقه اي حد بيغيب نادين السلعاوي ميرال اشرف، هو كميه نجوم كتير فاي حد بيغيب بتلاقي على طول عندك ازمه. طيب خلاص لحظات يعني يا كابتن استاذن حضراتكم، معلش يا كابتن السلعاوي، استاذن حضرتك يا كابتن طاهر، استاذن الساده المشاهدين، خلينا نطير تاني للمعادي وتحديدا صاله المركز الاولمبي ومعلقنا كابتن احمد مناع عشان اللي حضراتكم من الفتره الثالثه والرابعه. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يتدارك يوسع الفارق، لان الفارق لو استمر 4 و3 بونت حتى النهايه ممكن نحسبه بالخبر، ولكن طموح الجزيره انه يحصد بطوله السنه دي ممكن يبقى ليه راي اخر. الى معلقنا كابتن احمد مناع، الى هناك.